السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله، كما صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حبيبنا وشفيعنا محمد، ربي إن شاء الله يشفع فينا إن شاء الله في يوم القيامة، وكما نصلوا عليها كبش تكون عندنا صدقة إن شاء الله نلقوها في الآخرة تاعنا. وما نساوش بأنه الحياة ما هي إلا متاع الغرور، والدار الحق هي دار، والباقية هي دار الآخرة وليست الدنيا. نسعى عليها كامل، ولكن ما عليش نقدم نصائح تكون في ميزان حسناتنا، وخاصة عمل الخير. يا جماعة ما نساوش عمل الخير. يا نساء راهو رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج لما عرج به في السماوات السبع، رأينا أنه من أكثر أهل النار. هذا يعني حديث راني ديما خايفة منه، وديما نفكر يعني في قبري وش حنلقى، ونفكر في آخرتي وش حنلقى، ونفكر أنه لما نوقف أمام ربي سبحانه وتعرض حسناتي وتعرض سيئاتي وتعرض أعمالي، ويبدأوا يوزنوا فيها، ونبدأ نيا في ترقب هل هي الحسنات أكثر أم السيئات أكثر. صدقوني غير يعني ساعات شل النوم تتعر لي، مش حبتكم تتعقدوا ولا كذا. الدين تاعنا صح دين يسر، ولكن ما نغفلوش عن عمل الخير. عمل الخير هو اللي ينجينا في الدنيا وينجينا في الآخرة. صدقوني ما كانش قد عمل خير. والدين تاعنا بالحديث يعني بالقرآن بالسنة بكل شيء يعني يحثنا كثير على العمل الخير. ممكن أنه يعني الواجبات والفرائض اللي نديروا فيها مش هذيك اللي حيدخلنا ربي سبحانه بها الجنة، ممكن يكون يعني عملنا ناقص، عندنا سيئات أكثر. لذلك الشيء اللي يفرق هو عمل الخير، هذيك الحاجات الإضافية اللي نديروها. أنه نقترح عليكم في فيديو تاع اليوم، أنه انا حاطه الان مبلغ من المال اللي هو 400,000، هذاك واش عندي يعني في الساك جبتو، بصح نتوما يعني شوفوا المبلغ اللي عندكم. نتكلم خاصه الناس اللي عندهم شويه، كرمهم ربي بدخل والله مصدر رزق والله. المهم الناس الخدامه، النساء الخدامات، الرجال الخدامه، المهم حتى اللي مش خدامه خلاص نقولوا نحو 200,000، نخلو 200,000 وحده. بكري نقولوا 100,000، غلات الدنيا وعت 100,000 ما دير والو، نقولوا 200,000. 200,000 هذه والله العظيم ورقه ما تدير ما تجيب، ما تجيب بصح والله العظيم، كي يعني نصدقوها ونديروا بها خير ونفرحوا بها يعني اسره ولا اثنين ولا ثلاثه، هذا راح يكون عند ربي سبحانه يعني شيء كبير جدا. الشيء الكبير هذا هو علاه ربي يجازينا عن عمل الخير، لانه ارانا ننقض بها ارواح. اذا كان مرض تشري، اذا كان مريض تشري له الدواء. ربي يعني في كل يوم يتنفس فيه، وفي كل يوم يبقى فيه حي، وفي كل يوم يعني براء من هذاك المرض وتعالج، راهو يعني حياته كامله حتكون صدقه جاريه عليك بسبب هذاك الدواء اللي شريته. اذا كانت اسره يعني محتاجه الى شيء معين، ولا ادوات مدرسيه هذاك العام كامل اللي قرا به التلميذ هذاك اليتيم والله ونجح فيه، والله اي خطوه خطاها للمدرسه اكيد 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 راك حدي فيها يعني حسنه وتلقاها في ميزان حسناتك. اذا كان يعني وكلت فيها عشاء يعني والله ماكلة عشر ولا كذا، ولا مصروف عشر 200,000 و 400,000 تقضيها لأسرة معينة وتحطها لهم وتطبطب عند الباب وتحطها لهم. احنا نقول يا ريت تكون في السر، يعني يا ريت ما تكونش رياء، يا ريت تكون في السر، يعني تطبطب وتكتب لهم ورقة تقول لهم ادعوا لي فقط، طالب منكم فقط الدعاء، وما يعرفوش حتى وشكون اللي حط لهم هذه المال. علاه؟ لأنه عمل الخير راهو بينك وبين ربي سبحانه، بينكم وبين ربي سبحانه. خاصة النساء، يا نساء راكم تربوا في ولادكم، وراكم تقروا، وراكم يعني الدنيا صعيبة، والشر زاد والخير قل، وديما احنا نشكو وديما نقولوا باللي راه الوقت صعاب، وعقوق الوالدين وقطع الرحم، والدنيا صعاب تعودنا وهذا موت الفجأة، والموت عاد تخطف برك في الشباب والصغار والنساء وكذا، والأمهات يعني عودنا خايفين، وبالتالي أنه يعني حابين ينشحوا أولادك وحابين يكونوا صالحين. تصدقوا والله العظيم غير الصدقة هي المنجية، الصدقة هي المنجية. وربي سبحانه وش يقول؟ راهو ديما وعدنا في الأحاديث ولا في القرآن لا ينقص مال من صدق، يعني مهما تصدقت. أنا مثال عندي غير 200,000 هذا، عندي غير 200,000 تصدقت 200,000 مش حتنقص. أنا نقول بقات 200,000 مش حتبقى 200,000، ربي حيجيب لي سبب ويدخل لي 200,000 أو أكثر
دخلي 400 ولا 500 من حيث لا احتسب. هذا هو الايمان بالله. ما تسقسيش راسك، ما تخدمش عقلك كيفاه وما على باليش وتحسبوا حسابات. لا لا، مع ربي سبحانه ماشي حسابات، مع ربي سبحانه راهي سنبله سنبله وسبع سنابل، في كل سنبله 100 حبه، والله يضاعف لخلقه لمن يشاء، والله يضاعف من يشاء. فهمتوا؟ هذه قاعده ربانيه. انا مؤمنه، انا مسلمه. ديما سقسي نفسك، انت مسلم، انت مؤمن، خلاص قولي ربي حاجه جات في القران، جات في السنه، على يقين، كل على يقين بانه ربي سبحانه راح يستجيب وراح يطبقها لا محاله. مالا خصو كل شهر حسب مقدوركم 100,000 200,000 400,000 حسب المبلغ اللي عندكم، خدامين ولا قاعدين في الدار. اذا كنتوا خدامين ما تستخسروش، ما تستخسروش والله العظيم، غير شوفوا البركه تجيكم. البركه هذه راهي مش ماهيش حاجه من موسى، البركه هو ربي، هو جند من جنود الله، اقسم بالله. غير البركه هي جند من جنود الله يرسلها الله لمن يشاء. العبد اللي يكون عن يقين، عن يقين يعني عنده واحد اليقين وواحد الايمان في قلبه بانه الصدقه هذه حتحل مشاكله وحتزحزح يعني مشاكل كبيره من حياته، وحتدخل الفرحه لحياته، وممكن مريض في اهله حتبريه، وممكن هم حتنحيه، وممكن فقر حيزول، وممكن فشل حيولي نجاح. اذا كنت عندك واحد اليقين في ربي سبحانه، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ربي حيعطيك قد نيتك، كما نقولوا احنا هذه بالدارجه، اللي هو ربي يقولك انا عند عبدي، انا عند ظني عبدي بي، انا عند ظني عبدي بي. فهمتوا؟ فليظن بي من يشاء ما يشاء، يعني ربي قلنا يعني ظنوا بي الخير حتلقاو الخير، حتظنوا بربي الشر حتلقاو الشر. تقول ربي مستحيل حيعطيني، ما يعطيكش، ربي حيعطيني حيعطيك، وتوكل لله، وتوكل على الله، يعني ندير الأسباب وتوكل على ربي سبحانه. والله العظيم كي تقدم مصروف، صاشية تاع مصروف، يعني صاشية تاع سميد وبدون تاع زيت، وصاشية فيها شوية هكا مصروف على قيسك، يعني 200,000 ولا 400,000 ولا 300,000 ولا حتى 100,000، والله العظيم تحطها عند باب تاع يتامى ولا فقراء ولا مساكين وأرملة ولا مطلقة، والله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم حتلقاوها في حياتكم، وحتلقاوها في ولادكم، وحتلقوها في صحتكم، وحتلقوها يعني في ميزان حسناتكم إن شاء الله. والدنيا راكم تشوفوا فيها كثرة الموت وكثرة الشر وكثر يعني القطع، هذا قطع الرحم وكثرة الدنيا كل، وبالتالي احنا ما نمشوش في الطريق اللي تدينا إلى يعني غالب الناس يديروا كما كما راح ندير كيفهم. لا 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 لا، روحوا تبعوا طريق ربي سبحانه. ومانيش عارفين وقتاش نموت، قادر انا الفيديو هذا مانيش عارفه نحطه ولا ما نحطوش، الموت قادر نحطه ونموت، المهم ادعوا لي، ادعوا لي وندعوا لبعضنا ونفكروا بعضنا، وما نساوش بانه الدين هو النصيحه، الدين هو النصيحه، فنتناصح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.